نبص دلوقتي على حاجة تانية موجودة في الفيرجن بتاع ام اكس و8 في فلاش، حاجة اسمها تايم لاين افكت. كنت قلت لك من شوية ان في حاجات جاهزة في فلاش بيساعدك بيها. التايم لاين افكت واحدة من الحاجات دي. التايم لاين افكت عبارة عن افكت جاهز، يعني هدوس رايت كليك تايم لاين افكت، اختار مثلا البلور، هتظهر لك الجزء ده اللي هو بيعمل بلور. تمام، لو انا عايز الزاويه بتاعته هو من النص من هنا، يعني زي ما انت شايف في الجزء اللي هو متعلم بالاخضر ده من النص، لو عملت كده هتبقى الدايره الشمال، كله ابديت بريفيو. تمام، لو خليته من اليمين ابديت بريفيو. تمام اوكي. الافكت ديوريشن 16 فريم، خليهم 20 مثلا او 25، خليهم 25. ريزولوشن 15، خليه مثلا 5، اقول له ابديت. بص الخمسه بقى هم عدد الدوائر اللي بيقل عندهم، يعني لو خليتهم كده 2 5 والابديت، بص على الدوائر بيزيد 25. السكيل بتاعه 2.5% تقريبا. تمام، لو غيرت السكيل خليته مثلا 5، تشوف السكيل ايه اللي هيحصل له بالظبط. تمام اوكي، لو قلت له اوكي هنا هي ابلاي الترانزاكشن او البلور ترانزاكشن اللي واضح قدامك ده للرسمه بتاعتنا، قول له اوكي. زي ما انت شايف ان هو حط لي 25 فريم بعد الفريم بتوعي، وحط لي فولدر هنا اسمه افكتس فولدر، وغير لي السيمبل بتاعي اللي هو كان اسمه تايم اللي هو ده، غيره لي بقى سماه بلير 1. بلير 1 زي ما انت شايف لو عملت كليك عليه في اللايبرري بتظهر الباتن دي، الباتن زي بتاع البلاي، لو عملت كليك عليه بيورينا ايه اللي احنا هنشوفه. اوكي، لو جيت على البلاي هيد وعملت دراج على البلاي هيد زي ما انت شايف البلور بيتم. طيب لو الافكت ده مش عاجبني ممكن اعمل ايه؟ اروح تاني من مطرح ما جبته امشيه، اقول له ريموف افكت بس. تمام، طب في افكتات تاني غير البلور؟ ايوه في، دروب شادو. دروب شادو يعني بيحط اضاءه وبيحط لير تانيه معتمه وراه، وانت هنا تقدر تغير حتى الكولر بتاع الشادو بتاعه عايزه يبقى ايه. تمام، اقول له ابديت، خلى لي شادو لونه اخضر قد ايه منه، نجرب كده. اوكي، الالفا دي الالفا كولر. تمام، الشادو على بعد قد ايه، خليه 3 مثلا وهنا 3 يبقى لازق فيه تقريبا. اوكي، لو قلت له اوكي اوكي مش واضح قوي الا لو كبرت، بس الواضح اكتر ان ده ما هوش دايناميك افكت، ده ستاتيك افكت. ستاتيك افكت يعني ما خدش غير لاين واحد، ما خدش غير بلوك واحد، ما خدش غير فريم واحد. بس زي ما انت شايف اهو حط لي الفولدر بتاعه وحط لي اسمه. تمام، نرجع برضه نشيله. اوكي، ونعمل حاجة تانية نجرب بيها الافكت. اكسباند زي ما انت شايف اكس وواي وزد وسمارت والاتجاهات بتاعته، عايزه شمال ولا يمين ولا فين. تمام، ابديت بوث ابديت. تمام،
عايز السكيل بتاعه اكس واي 10 وهنا 10 واقول له ابديت بريفيو تمام واقول له اوكي زي ما احنا شايفين. بص عمل لي الاكسبنس بس ما غيرش ما حطليش فولدر للاكسبنس لان هو ما حطش لاير ثانيه او ما حطش جرافيك ثانيه او ما صنعش تويل ثانيه. نعمل ايه دلوقتي؟ انا هقفل وانا عايزك تغير الافكتات دي تفتحهم واحد واحد وتشوف هتحطهم ازاي وهتشيلهم ازاي وهتلعب فيهم ازاي. واشوفك الدرس الجاي.